FM. الكلمة ليك. نعتقد جازما اللي كنا ثم ضغوطات على الدولة التونسية معنا، وأول الضاغطين معنا هي ألمانيا. ميركل معنا دخلت مباشرة من أجل ألمانيا تضغط على اللي عندها بس تضرب، لكن اللي موجودين في سوريا حسب رأيك على اللي عندها راهو هذاك الضغط تابع معناها الضغط العام اللي موجود اللي مسلط. أخي ألمانيا ما تجيش وحدها تضغط كيكا وبرا، معناها وإنما في إطار اتفاق معناها بين الدول الكبرى معناها للضغط على النظام سيسير، معناها أقبل ناسك ونعطوك معناها مقابل مالي ونعطوك مقابل معناها ونعاونوك معناها لوجستيكيا باش نجم معناها تتحمل الإدارة نتاع الشؤون هذه. قبل ما نعاود من جديد اللي كونوا معناها للقضاء التونسي نجم يتحملهم، معناها مكتب مقاومة الإرهاب أو القطب القضائي اللي باش ينجم ما ينجمهمش. الكلمة ليك.